الأستاذ عمر محال رئيس المحكمة الابتدائية بسنة دائما عن قطاع ثاني. الآن مع قطاع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء السيد الحاج محمد بن سلمى، يسلمه الهدية السيد نائب والي أمن الصاف. وننتقل إلى قطاع القوات المساعدة، محمد عمورة يسلمه الهدية السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة. يسلمه الهدية السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة. مستوى الصف الأول من الدراسات الإسلامية، عندي شواهد في محاربة الأمية، وعندي تكوينات، وعندي شواهد في التعليم الأولي. درست محاربة الأمية 4 سنوات، والتعليم الأولي 6 سنوات، وأنا دابا سن ديال 52 سنة، ودابا أنا كنخمم في المستقبل ديالي. بغيت أنا أجر نتقاضى شهريا باش نعاون راسي، حيت ما عندي لا زوج لا وليدات، وأنا دابا أنا فرحانة بهذا المهرجان اللي تاح لي الفرصة باش نهضر باش نضوي على المشكل ديالي اللي كانوا في البيت يوصل المسؤولين حتى هما يشوفوا من حالي. وعاش سيدنا وعاش جلالة الملك، والله ينصرو وينصر وليداته، وكنشكر لا بريس الوطنية بهذا المناسبة. باسم جمعية مدينة الحياة تنقسموا هذا المنتوج من إنتاج كسكس مدينة الحياة، كينتجوا مجموعة ديال السيدات اللي بداو من الأول من الصفر، كيبداو يستاهلوا هذا باش ولاو كينتجوا لنا 6 أنواع، وهاد 6 أنواع كيتكونوا من كسكس الحمراء، عندنا كسكس الرطب، عندنا كسكس ديال الصلب، عندنا كسكس ديال الذرة، عندنا الكسكس ديال كاين الثلاثي فيه الرطب والذرة والشعير، كتكون من 3 أنواع، وعندنا بركوكش. بركوكش من جميع الأنواع، بركوكش من أي نوع بغيتي كنديرو. شنو اللي خاصنا دابا اللي ناقصنا هو
التسويق خاصنا التسويق ناقصنا التسويق والامبالاج ما عندناش. وهاد السيدات مساكن راهم كيتمحنوا وتابروا وداروا سميتو كيديروا واحد المجهود وكيخدموا ولكن هذاك الشيء المقدوريه ما كاينش. هاد الثمن اللي حنا دايرين راه ماشي ثمن للتعب اللي كنوصل ليه ما واصلينش ليه. هاد 20 درهم ماهيش كافيين حتى لو كيلو العدد دير كل مرة كل شيء تنديرو كنغرب نجيبو نكيلو وسيدي ونغسلوه ونطحنوه ونغربلوه وعاد نكسكسوه عاد ناكلوه 120 ما كافياناش حنا محنين بزاف. وكنشكروا بهذه المناسبه المهرجان راس العين الشاويه وكنشكروا الوطنيه بريس اللي ساعدتنا باش نطالبوا بالمساعدات لنا وعاش المال.